بمشاركة 96 عضوا من 21 دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية، ينطلق غدا الثلاثاء جدول أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة المنبثقة عن الجمعية، والذي تستضيفه مملكة البحرين لأول مرة، حيث من المنتظر أن تناقش اللجنة عدة موضوعات آسيوية مهمة وملحة مطروحة على جدول أعمالها. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة، عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. مساء النور، أحييكم وأحيي أستاذ المشاهدين تلفزيون البحرين. الله يحييك. بس لو نتحدث يعني بداية، يعني ماذا يعني لكم استضافة حقيقة البحرين لهذا الاجتماع، خاصة أنه يعقد لأول مرة على أرض البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحدث الكبير اللي تستضيف البحرين مثل ما ذكرت 96 عضو بيكون موجودين من 21 دولة يمثلون من الدول الأسيوية، هي اللجنة البرلمانية الأسيوية، اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة. راح من خلال يومين 25-26 راح نناقش 6 محاور. طبعا في اليوم الأول 25 راح نناقش 3 محاور. المحور الأول راح يكون الله يسلمك بالنسبة حق النمو الاقتصادي، والمحور الثاني راح يكون أهداف التنمية المستدامة، والمحور الثالث سوق الطاقة المتكاملة في آسيا. طبعا اليوم الثاني يوم 26 راح يكون في مسائل بيئية، وراح يكون هناك كذلك الحد من وطأة الفقر في آسيا وحول المياه والصرف الصحي. هاي الست المحاور راح تتناقش على مدى يومين، وراح يشارك فيها مثل ما ذكرت 96 دولة، 21 دولة من 96 عضو برلماني من جميع الدول، مختلف الدول الآسيوية. وراح يكون طبعا الحدث الكبير هذه راح يكون نقطة تحول في مملكة البحرين، أول مرة مملكة البحرين تستضيف من ناحية البرلمانية هذا الحدث الكبير بدعم من رئيس المجلس أحمد بن إبراهيم الملا. طبعا قدرنا احنا في هذا التجمع ان احنا نقدر نخلي اكبر دول في اسيا تشارك في هذه الاجتماع اللي راح يعقد غدا وبعد غدا ان شاء الله. نعم نعم سعادة النائب، يعني هل هناك مثلا اوراق عمل محدده ستقدم من قبل البحرين لهذا الاجتماع الهام؟ ايه طبعا احنا قاعدين نقدم ورق عمل بالنسبه حق النمو الاقتصادي وبالنسبه حق التنميه المستدامه في اسيا. مثل ما تعرف ان البحرين طرحت عده افكار، منها العماله الوافده كان هناك نقاش عليها كبير، يجب أن تكون هناك قوانين لها، ومثل ما تعرف سننا عدة قوانين بالنسبة حق العمالة الوافدة أو العمالة المنزلية. العمالة المنزلية ما زال أن القانون موجود في لجنة الخدمات في مجلس النواب، ولكن بالنسبة حق القانون بالنسبة حق العمالة البحرين تتمتع بتشريعات قوية ومنظومة قوية من التشريعات والقوانين والأنظمة. طبعا كان عندنا زيارة في من قبل 3 أسابيع مع معالي الرئيس إلى أندونيسيا، وناقشنا في هذا الموضوع مع وزير العمل الأندونيسي، وكان له الأثر الكبير في أن هناك بعض وقف العمالة المنزلية لدول الخليج، وتم بالفعل دراسته في البرلمان الأندونيسي لرفع هذا الحظر بالنسبة حق دول الخليج. نعم سعادة نعم. ومنها هنا راح يكون هناك بالنسبة حق التنمية المستدامة راح يكون هناك مواضيع متشعبة، وفي عدة أوراق راح تقدم من مملكة البحرين بالنسبة حق التنمية المستدامة وسوق الآسيوي المشترك ما بين الدول الآسيوية، وكذلك دراسة التحول من الجمعية البرلمانية الآسيوية للاتحاد الآسيوي البرلماني إن شاء الله. نعم سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة، عضو مجلس نواب، شكرا جزيلا لك.